سلامة، مرحبا بكم على قناتي أغي غورمون بيسناء. كالعادة نرجع لكم بحاجة بنينة برشا 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 وتحبوها، الغوص نوازيت نوغاتين لا توتال أتومبي، حاجة ياسر ياسر بنينة ولازم لازم تجربوها بالمناسبات ومن غير مناسبات. غير ما نوصيكم على قد البنة على قد التشجيع الهوني وعلى الانستغرام زيدا شيوي دو سنة اتدلوا عليا، تبعوا الوصفة واللي زاستيوس الكل وبقدرة ربي تنجحوا فيها كالعادة ولا يقطعنا عادة. هوني عندي 300 غرام بفريوة، عندي معاهم 300 غرام سكر غلاس، 120 غرام لوز أبيض، 300 غرام سكر أرتب دونك سمول، والهوني عندي 90 غرام فيرينا. دونك هذوما لي زانغريديون تاعي شايحين معهم هذوما الكل. باش ناخذ الهوني لابيض نتاع العظام ا تمبيراتور امبيونت، عندي 18 ابيض عظام برك الله. اي باش نعدي ليله في الكوجينه، عديو معايا الوقت انتما في لي ستوري رابيدمون. صحه ليكم. يلا اول حاجه باش نركض الهوني لابيض نتاع العظام اون فوا يشد روحو، باش نزيدو السكر الاحرش على 3 مرات. نحطو الهوني ان تيير، بعد دوزيام تيير تاع السكر، السكر الاحرش اون ليان داكور، على الاخرين نكملو نركضو. اي فوالا العظم نتاعنا حذر. تو باش نزيدو بروغريسيفمون لي زانغريديون سيك، خلطتهم الكل مع بعضهم. لازم تعمل منقار العصفور هوني باش يكون لي زانغريديون خلطناهم الكل مع بعضهم السيك، دونك الفيرينا النوازيت البودغ داموند السكر المحاور. تو باش نضيفهم بروغريسيفمون للعظم نتاعنا باش نقصو في الفيتيس باش ما نطيحوش العظم نتاعنا، ونحبوه يقعد ديما بيه في فورما. نبداو نزيدو، وهذه التكستور لازمنا نتحصلوا. اي الدكواز نتاعي قسمتها دونك، وحطيت الكونتيتي نتاعي قسمتهم على 4، ضروري شويه قسمتهم على 3. دونك فينالمون حتى الاوزو كيفاش انا باش نعمل ان غران غاتو. دونك قسمت 550 غرام دونك في كل دكواز، رشتها بسكر غلاس، و بيان سور الهوني شخشختها من فوق بالفريوة على قد ما تحطوا بفريوة على قد ما باهي، خاطر من بعد مش باش نزيدوا بفريوة بين الطبقات. نحطوها الكل في لي داكواز. كان ما تحبوهمش في الداكواز تحطوا دونك البفريوة ولا كاراميليزي بيان سور، وتزيدوا دي نوازيت كاراميليزي. دونك انا جو با كاراميليزي خاطر باش نحط النوغاتين. تو باش نتعداو للتحضير نتاع الكريم باتيسيير نتاعنا، فرينة وعظم وسكر وحليب. الى ما الى باش نسخن الحليب، وانتر تون باش نركض الفرينة والعظم والسكر مع بعضهم. ونزيد الفرينة، بسم الله. هادي اون تو ونركضو حتى لين يبيضوا. شوفوا كيفاش الكولور نتاعهم، اب امبيكاب. نزيدها شويه روح فانيليا، اب هكايا. نزيدو الحليب نتاعنا وهو سخونة، ونكملو نخلطو. نتا باش نراجعو في الطنجرة، ما باش نصفيوها قبل. نرجعوها على الغاز وحتى لين تعقد. نغطيوها توا او كونتاكت باش نحطها في الفريجيدير نصيف ساعة حتى لين تبرد. لازم الزبدة والكريمة زوز يكونوا فال تمبيراتور دو بريفيرونس، زوز ا تمبيراتور امبيونت باش ما يتكملوناش. تو قايد باش نحضروا مع بعض النوغاتين دونك سكر عادي. حطيت الجلوكوز وحطيت الزبدة، الكل قد بعضهم، قد الجلوكوز قد الزبدة قد السكر، باش نحطهم على الغاز. لا روسيت تلقاوها ديتايي سيو ما شين يوتيوب، عامله فيها فيديو بالذم، دونك اعملوا عليها طلة وتفرجوا فيها، ياسر ياسر مهمين لي زيتاب الكل ريسبكتي. نحط لكم توا الرابط يسافيش. زدتو الفاكهة مهروشة وطرحتو هوني الفاكهة، حطيت لوز احمر وبفريوة راهو باش ندخلو توا يطيب 180 دوغري بوندون 12 مينوت. الكاتير نتاعنا حضرت، نخليوها تبرد كومبليتمون والا نشكلوها وهي سخونة كان نحبو دي فورم بريسيس. اونتر تون الزبدة نتاعي دونك الهوني ا تمبيراتور امبيونت، خرجت الكريم باتيسيير ركضتها باش دخلت فيها الهواء، وباش نزيدوها الزبدة بروغريسيفمون. استيوس مهمة جدا، لازم الكريمة والزبدة يكونوا فار تمبيراتور، وكاو عملت لكم دي غرومو
معناها ما تدخلوش مليح في بعضهم بالسيشوار، تحطوا تعملوا ضربة بالسيشوار على البغوا متاع البول متاعكم وكملوا أركضوا بقدرة ربي تجيكم بنا على بنا. أي كريمتنا حضرت سيشون بون كريم موسلين، شوفوا التكستور متاعها ما حلاها تري تري ليس، دونك تاو باش نفوحوها. انا باش نزيدها البات متاع النوازيت، نجمو نزيدو بات متاع البخاليني كيما تحبو وكيما تشتهيو كالعادة. ونركضو وهذا الريزولتا فينال بنا على بنا. تكستور متاعها ياسر فوندونت تري تري ليس، لازم تخدموها بالبي 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 حتى تنين الزبدة تدخل في الكريم باتيسير. انا عملت ديجوستاسيون ديجا وما نحكي لكم شي، هذية للجاتويت الكل بالحق معناها لي تارت سي اون اكسلونت ريسيت. ايا هوني جي بلاسي لا بروميير داكواز وباش نبداو بالمونتاج. لا كريم باش نحطها في البوشا دوي اي اون فا ديماري. هوني حطيت اول داكواز نتاعي في الكادر باتيسير وباش نحطو فوقها بالبوشا دوي الكريمه ونطرحو نعاود لوبيراسيون تاعنا 3 مرات على خاطر عندنا 3 طبقات. ايا بالبوشا دوي عملنا اب هوني ضربه كريم رابيدو دونك اون لارج بوند و تاو باش نجيو هوب اون فا توت ايغاليزي. دونك تخدمو مليح مليح فوشا سيلي بولدير بيان سور على جنب ترد بيلكم اون بعد باش نحاول نستويوها باغي بارتو. زدت هوني النوغاتين المهروشة خليتها فوقها توا الطبقة الثانية هوب. دونك عملو روحكم بالبابي سي تخي تخي بيان فوالا. ونكملو بقية الطبقات دو لا ميم مانيير. أيا ونكملو آخر طبقة توا. الخمام متاعنا حضر، انا شعملت له خليته بيت ليله كامله في الفريجيدير وزينته بالنوغاتين متاعنا دونك على الجناب. قصهم كيما تحبوا نتوما، سوا هما سخان دونك باش تاخذوا فورمه معينه، سوا كي يبردوا تقصهم هكا فورميت يعني هادي ديفيرونت. رشه رشه سكر غلاس من فوق ما نحكي لكم شي على البنه، يذوب يذوب في الفم، لازم تجربوه. وكي العاده نستنى برشا تشجيع باللايك وباللي كومونتير والبارتاج الهوني وعلى الانستغرام زيدا شويت دو سنة. إن شاء الله تجربوها على روسيت، نستنى لي روتور نتاعكم كالعادة مع الشيبات تفنن وتبنن ومع لي غورمي نعيش ديما أحلى وأبن الأوقات. نحبكم برشا.